اليوم نريد نرجع مرة ثانية إلى البيئة الشامية أو الدمشقية، يعني أو دراما، ما ممكن أني يعني أتجاوز الحديث عن باب الحارة. أنت رفضت إخراجه، وهذه يعني يعتبر شيء غريب أنه انتشر عربيا على نطاق واسع. قد يكون هناك ملاحظات راح أتناقش بها وياك، لكن ليش رفضت إخراجه؟ شنو السبب؟ يعني أنا مو قضية إني أنا رفضت إخراجه لباب الحارة لأنه في عندي مشكلة بهذا المشروع، بالعكس باب الحارة عمل ممكن يعجب كثير وممكن ناس ما تحب، يمكن وهذا شيء طبيعي. أي عمل أنت ما فيك تقدمي عمل مطالبة إنه الناس كلها تحبه، أكيد في ناس عنده ملاحظات عليه، في ناس بتحب أو ناس ما بتحب، من الوسط الفني عندهم ملاحظات على هذا العمل، لكن إحنا ما فينا ننكر إنه باب الحارة قدم للدراما السورية شيء إضافي ومهم جدا وكان متابع عالميا وعربيا. قضية إنه أنا ما خرجت باب الحارة بجزء من الأجزاء لأنه أنا بحسه مو مشروعي. هو مشروع الله يرحمه الأستاذ بسام الملا، الله يرحمه، فهو مشروعه من آت وزد، وبالتالي أنا مهما قدرت أنا أعمل فيه شيء ما في يقدم فيه شيء جديد، لأنه هو عمل محافظ على الجو تبعه، محافظ على ممثلينه، يعني لا راح يضيف لثامر إسحاق شيء ولا ثامر إسحاق راح يضيف له شيء أبدا. أنا ممكن السي في تبعي أكيد يعني أنا يعني أكيد بتشرف يعني عمله، بس لكن حقيقة أنا ما راح أقدر أضيف له شيء ولا هو راح يضيف لي شيء المشروع لأنه مو مشروعي. هذه الفكرة تماماً. يعني في مشاريع الآن من يخرج جاهزة. الآن من يخرج العمل؟ ما بعرف، صار أكثر من حدا يعني بعدين ويعني صار مشاكل عليه وتغيرت القصص الإنتاجية. ما تحس إنه الإطالة في الأعمال تفقد العمل قوته؟ أكيد طبعاً. تحسه فقط قوته باب الحارة؟ طبعاً. استثمار نجاح العمل الفني يعني ما دائما هذا الرهان بيكون ناجح. مو دائما انت اذا انا يعني انا عملت اعمال يعني عملت سولد كثير عند الناس وحبتها، وناس لهلا بتطالبني باعمال اني انا اساوي جزء ثاني لمثلا خاتون، حرملك، ورده شاميه، حتى زعاء الجن مؤخرا كذا. انا عندي مشكله بهذا الموضوع، بحسه هو استثمار النجاح. انك انت تستثمري نجاحه فانت بتصير يعني بدك تلاقي تحرضي لاي شيء، بس انت ضد الاجزاء فما صح هذا الكلام. صحيح. اللي بينعمل اول مره هو بيكون بزهوته والناس بتحبه بتتفاعل معه بالحلقات الاخيره وهو المطلوب، وهذا دليل يعني محبه يعني.